أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند الفصل الثالث، وهو يشتمل على فصلين: فصل في نوع الاختلاف في التفسير، المستند إلى النقل هذا فصل، والمستند إلى الاستدلال فصل آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق، وإما استدلال محقق، والنقل إما عن معصوم، إما عن المعصوم، وإما عن غير المعصوم. كلام جيد. فبدأ بالذكر النوع الأول اللي هو الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. هذا الفصل يا أخواني أنا أشير إلى مسائله، لأنه طويل استطرت فيه شيخ الإسلام كما سنبين. أشير إلى مسائله جملة، ثم نذكر ما يخص ما يتعلق بالتفسير، لأن هذا الفصل بما أن مستنده النقل فقد أكثر الشيخ الإسلام من الحديث عن مناهج المحدثين وعن طرائق التحديث وغيرها. وتكلم شيخ الإسلام في هذا الفصل عن أقسام ما يرجع إلى النقل: الإسرائيليات، الحديث عن أسانيد التفسير وأن غالبها من قبيل المراسيل وحكم هذه المراسيل عند تعدد طرقها، الرابع الموضوعات في كتب التفسير مع الإشارة إلى بعض الكتب التي فيها ضعف من هذه الجهة. ثم قسم شيخ الإسلام ما يرجع إلى النقل إلى قسمين: القسم الأول ما يكون عن معصوم وهم الرسل، الثاني ما يكون عن من سواهم، وهذان الأمران على قسمين: قسم يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، وقسم لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف منه. لكن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن القسم الثاني له سمات يجعل النفس ترتاح، لأنه لا يمكن معرفة الصحيح منه، أنه يقول شيخ الإسلام: مما لا فائدة فيه، لا دليل على صحته، لا تقوم الديانة به، يأتي في الغالب في الأخبار كلون أصحاب الكهف وغيره، أن كثيراً منه من قبيل الإسرائيليات وفيه غرائب. هذا تقريبا يا أخواني هو الهيكل أو المجسم لهذا الفصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. قصة الكهف معروفة في القرآن، والحكم والدروس الذين يستفيدونها معروفة، لكن هل يتوقف فهم القرآن أو فهم هذه القصة والاستفادة منها في معرفة لون كلب أصحاب الكهف الذي كان معهم؟ لا يمكن. ولذلك قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلا لجزم صدق، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام.
يقول: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. طيب، مثال آخر ذكر شيخ الإسلام: البعض الذي ضرب به موسى، أو ضرب به صاحب موسى القتيل في قصة موسى، واضربوه ببعضها، ما هو البعض؟ اليد، الرجل، هل له فائدة؟ طيب، لو لم نعرف هذا البعض رغم أنه مذكور في كتب التفسير من الإسرائيليات وتحديد والخلاف فيه، إذا ما عرفنا هذا البعض هل يؤثر على معرفة فهم الآية؟ لا يؤثر. طيب، مقدار سفينة نوح، كبيرة، صغيرة، نوع الخشب اللي فيها، اسم الغلام الذي قتله الخضر، هل له فائدة؟ ما له فائدة. يقولك شيخ الإسلام: فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، لا يمكن أن تجزم بها إلا عن طريق النقل، فما كان منها من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كهف ومحمد بن إسحاق وغيره مما يؤخذ عنه فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. وأنا أذكر لكم يا أخواني قاعدة في مبهمات القرآن، وغالبا ما تأتي المبهمات في القصص، قاعدة نقول إن المبهمات تنقسم إلى قسمين أساسيين: مبهم بين في القرآن أو في السنة، فهنا نحمل يعني بين في طريق آخر، فهنا نعين هذا المبهم في القرآن وننقله ونرى أن هذا إيش تفسيرا، كما ذكر شيخ الإسلام اسم صاحب الخضر أنه هذا وارد عن السنة ولا لا. طيب، مبهم لم يبين لا في القرآن ولا في السنة من طريق صحيح، فهذا الأصل فيه أن يبقى في القرآن على إبهامه ولا يتوقف فهم الآية عليه، لا يمكن أن يتوقف فهم الآية على مبهم لم يبين لا في القرآن ولا في السنة. وأكثر من عين المبهمات أيها الإخوة هي روايات أهل الكتاب، خاصة في قصص القرآن، وشيخ الإسلام يقول إن روايات أهل الكتاب أو ما تسمى بالإسرائيليات لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، كما ثبت في الصحيح عن سيدنا قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا الحديث رواه أحمد وله شاهد عند البخاري بلفظ: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبون. وهذه هي أحد أحوال المروي عن بني إسرائيل، وهو ما لم نعلم صدقه أو كذبه فلا نصدقه ولا نكذبه، نبقيه، لا نقول أن هذا صدق ولا نقول أن هذا كذب. والحالة الثانية أن يأتي في شرعنا ما يصدقه، فهذا نصدقه لأنه أتى ما يصدقه بدليل آخر، وهذا والذي قبله هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، الذي لا نعلم صدقه وكذبه أو الذي أتى شرعنا بتصديقه. أما الحالة الثالثة وهو ما نعلم كذبه فلا يجوز ذكره إلا على سبيل التكذيب، وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحالات في آخر مقدمة وسنشير إليها إن شاء الله. ثم قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين ولم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وسيأتي إن شاء الله حكم تفسير التابعين في الفصل الخامس عند الحديث عن طرق التفسير. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا يفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامثال ذلك.
قال: وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، والنقل الصحيح يؤكد ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما يعرف بأمور أخرى غير النقل. ضعوا قوسين بين هذه العبارة: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. هذه مهمة، هذه العبارة مهمة. الشيخ الإسلام لماذا قال هذا الكلام؟ يقول إنه لا يعني وجود الإسرائيليات وفيها من الأباطيل والغرائب ما يؤثر على التفسير، لأنه لا طريق لنا للجزم أن هذا الشيء صحيح غارب ما يروى عن أهل الكتاب، عن كهف الأحبار وهم مهنب وغيرهم، فلا نجزم بصدقه أو كذبه. ثم ذكر شيخ الإسلام أن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، وأما التفسير وهذا الشاهد فأعلم الناس به أهل مكة. لماذا؟ لأن مصعب بن عباس، ابن عباس رحمه الله حبر الأمة وترجمان القرآن، كمجاهد وعطاء وعكرمة، كل هؤلاء لازموا ابن عباس رضي الله عنه ومن من طلابه. ولذلك مدارس التفسير يا أخواني ثلاثة، يعني اشتهر عن ثلاثة من الصحابة: مدرسة في مكة وعلى رأسها من؟ عبد الله بن عباس، ومدرسة في المدينة وعلى رأسها أبي بن كعب رضي الله عنه، ومدرسة في الكوفة وعلى رأسها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ثم بدأ شيخ الإسلام بما أنه يتكلم على أن المراسيل أغالب أحاديث التفسير اللي هي أسباب النزول وغيرها من قبيل المراسيل، تكلم في المراسيل واستطرد استطراد طويل. والمرسل عند المحدثين هو ما سقط منه الصحابي كما قال في البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط، بمعنى أن التابعين يرفعه مباشرة فيسقط الصحابي. المرسل من حيث الأصل من أقسام الحديث الضعيف، لكن شيخ الإسلام جعل قاعدة يقول: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً، فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمد صاحب الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب. يقول: وإن كان مرسل عند القرائن إذا تعددت الطرق وروي من جهات متعددة فإنه يقبل، فإنه يقبل بهذه القرائن لا لأنه مرسل. يقول شيخ الإسلام: وهذه إحدى القواعد في هذه المقدمة، ضعوها بين قوسين: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد، علم أنه صحيح. والمراسيل في التفسير لقبولها ضوابط، وذكرها شيخ الإسلام هنا: أولها ألا يكون مصدرها مفرداً بل لابد من تعدد الطرق. الثاني أن تخلو من المواطأة، أن يتلقاها العلماء بالقبول. الاختلاف في التفاصيل لا يؤثر على أصل القصة، الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر على أصل القصة. ولهذا قال: وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعاً أن حمزة وعلي وعبيدة
برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن علي قتل الوليد إلى آخر كلامه. ثم ضعوا بين هذا قوسين وهذا الأصل. ما هو الأصل؟ ينبغي أن يعرف ما هو الأصل الذي يقول الشيخ الإسلام وهذا الأصل. اكتبوا عنده أيها الأخوة، الأصل الذي أشار إليه هو أن الحديث إذا جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. فقوله هذا الأصل يقصد ما تقدم، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ثم استطرد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نتركه تقرؤونه إن شاء الله، ليس فيه مزيد. مثل قال ما علم قطعا الحديث صحيح إذا كان قد اختلف في مقدار الثمن اللي هو بيع جابر لجمل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، لكن كونه اختلفوا في مقدار الثمن الذي في هذا في هذه البيعة لا يعني أن الحديث متكلم فيه، بل هو في الصحيح، بل هو في الصحيح. ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله كله من قبيل الحديث عن طريقة المحدث، تكلم عن أحاديث الصحيحين والانتقادات التي وجهت لها وخبر الواحد. ثم قال والمقصود أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون النقل. ثم قال ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الحديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار. والاعتبار معناه أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره، يعني يقيس على الرواية هل وقع فيه غلط ولا لا. يكتبون هذا الحديث للاعتبار، يعتبرونه بروايات أخرى، أين وجه الغلط فيه، أين أخطأ، بسبب طرق هل يعرف، هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخهم لا، إلى آخره. وكل هذا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. ثم ذكر قاعدة مهمة جدا، وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشورة وأمثاله، توسع العيال وأمثال مما فيه أن من صلى ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبيا. والشاهد من هذا قوله بعد هذا الاستطراد الطويل وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة اللي هو حديث الفضائل، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي، الثعلبي في كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن والكتاب مطبوع، والذي طبعه للأسف الشديد يا أخواني الطبعة الموجودة الآن للثعلبي، الكتاب محقق كامل في جامعة أم القرى، ولعل الله عز وجل ييسر خروجه وسيخرج بإذن الله، وكنت أحد المحققين فيه، وهناك لجنة علمية الآن لإصدار هذا الكتاب. السبب حرصنا على خروج هذا الكتاب يا أخواني أن الكشف والبيان نشر الآن في لبنان ووصل إلى مكتباتنا الآن بلا تحقيق، والذين نشروه فيما يظهر لي والله أعلم أنهم من الرافضة، وذلك نشروه بلا روية وبلا تحقيق، لأن أكثر ما فيه عن جعفر الصادق روايات مكذوبة وموضوعة، وفيه من الفضائل شيء الكثير، وفيه يعني طوام وهوام يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي وغيره عن في حقائق التفسير. وبالتالي أرجو من الإخوة الاستفادة من طبعة الثعلبي الموجودة وعدم الاعتماد عليها، خاصة فيما يرويه بلا زمام، وأسانيده كثيرة ومتعددة، وإذا صدر إن شاء الله تعالى الطبعة المحققة التي بحثت في رسائل علمية سينتفي مقصد هؤلاء من طباعتهم،
وذلك أن الإخوة الذين حققوا الكتاب أثبتوا صحة هذه الأقوال أو ضعفها. الثعلبي روى حديث فضائل السور، فضائل السور هذا إيش سلفته؟ نوح بن أبي مريم وضع، وضع لكل سورة حديث في فضلها، فقيل له يا نوح أتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا أنا وضعت هذه الحديث احتساب. شوفوا كيف الفهم، كيف احتساب يا نوح؟ قال رأيت الناس انشغلوا عن القرآن بمغازي بن إسحاق فرأيت ترغيبهم فيه، فما في طريق إلا أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من قرأ كذا فله كذا. قالوا يا نوح النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده. قال أنا ما كذبت عليه بل كذبت له. شفتوا الفهم السقيم، أنا ما كذبت عليه بل كذبت له. هذا الحديث أورده الثعلبي مفرقا على السور، كل سورة مقدمة كل سورة يذكر رواية نوح بن أبي مريم أو غيرها من الروايات من الوضاعين بإسناده، لكن الأسانيد كلها ضعيفة بل موضوعة. الواحدي تلميذ للثعلبي، قال يرويه الثعلبي والواحدي، الواحدي في تفسيره الوسيط وهو الحمد لله مطبوع ومحقق في 10 رسائل في جامعة الإمام وانتشاره قليل، والزمخشري في كتابه الكشاف كذلك يذكره في أواخر سور القرآن، الثعلبي في الأوائل والكشاف يذكره في الأواخر بلا إسناد. يقول شيخ الإسلام فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ثم بدأ شيخ الإسلام يتكلم لكم عن بعض كتب التفسير، لما ذكر واسترسل في البراسيل وغيرها والوضع بدأ يتكلم عن بعض كتب التفسير، ليس كل ما وجد في كتب التفسير يقبل. الثعلبي هذا محمد بن إسحاق يقول هو في نفسه كان فيه خير ودين، لكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وهذا من طلع على تفسير الثعلبي علم أن كلمة شيخ الإسلام هذه عين الصواب، فإنه ينقل كل ما وجد صحيح ضعيف، يدل على الآية ما يدل على الآية جمع. والواحد صاحبه أو تلميذه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، فإن الواحد رحمه الله كان على مذهب أهل التأويل مذهب الأشاعرة. أما البغوي قال والبغوي، شو البغوي هذا مشهور كتابه معالم التنزيل، تفسيره مختصر من الثعلبي، اختصر تفسير الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والبغوي أولا من أهل السنة، الأمر الثاني أنه من أهل الحديث، ولذلك أخذ ما في الثعلبي أحسن ما في الثعلبي واختصره وترك ما ينتقد على الثعلبي. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، من الحديث الكثير الصريح في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في صدقه بخاتم الصلاة، فإنه موضوع باتفاقها علم وهي مذكورة في كتب التفسير، ومثل ما روي في قول كل قوم هاد ولكل قوم هاد إنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. وهذا في تفسير الرافضة، الرافضة قبحهم الله كما سيأتينا في الفصل القادم الذي مستند الاستدلال، حوروا النصوص كلها لما يدل إما في فضائل علي أو في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد لهم في تفاسيرهم من تأويل الكلام المضحكات، إذا زلزلت الأرض زلزالها قالوا علي، وأخرجت الأرض أثقالها ضرب علي برجله، يومئذ تحدث أخبارها أخبار علي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة قبحهم الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، تحريف ظاهر لكل ما يعتقدون. وسيأتي الحديث والفصل الثاني يا أخواني الذي سنأتي عليه الآن أهم من الفصل الأول، فإن أغلب كتب التفسير مشكلتها في الفصل الذي يلي هذا. لكن يا أخواني الكتب التي أخذت أقوال السلف مجردة كما ذكر شيخ الإسلام
مثل تفسير عبد الرزاق، تفسير الإمام أحمد، تفسير ابن جرير وغيره، هذه سلمت من هذه الموضوعات لأنهم كانوا ينقلون عن السلف رحمهم الله. هذا ما يتعلق في هذا الفصل. ويدخل الآن في الفصل الثاني أو الفصل الرابع في هذه المقدمة، وهو الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. يقول أكثر ما فيه الخطأ، أنا ودي هذا نقرأ عاد لأنه مهم جدا. وين الأخ اللي يقرأ؟ لأن هذه لابد ألفاظه، سنقرأها لفظة لفظة يا أخواني. وأما النوع الثاني من سببي الخلاف، وفي نسخة مستندي الخلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يقول أكثر الخطأ في هذا النوع من جهتين. متى حدثت؟ حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، ويريد يقصد شيخ الإسلام التفاسير التي تروي بالمأثور، صرفاً لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين التي هي سبب الخلاف من جهة الاستدلال، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق وبقي وأبي بكر بن المنذر وسفيان وسنيد وبن جرير. وتفسير ابن جرير في الحقيقة يا أخواني جامع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، لكن ترجيحاته دائرة في مجال التفسير بالمأثور، فعد من قبيل التفسير بالمأثور تغليباً. وابن أبي حاتم، هذه الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام لا تعد أن يقول حدثنا فلان 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 ويذكرون تفسير السلف حدثنا، هل يمكن أن يقع فيها النوع الثاني من أنواع الخلاف؟ ها يا أخواني اللي مستنده الاستدلال، ما فيها استدلال، هي مجرد نقل، يخشى منها فقط من النوع الأول اللي هو قضية الضعف من عدمه اللي سببه النقل. يقول الجهتين الذي مستندها الاستدلال ويقع فيها الخطأ، يا أخواني شوفوا كلام العارف، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. اعتقد معنى قبل أن يقرأ القرآن ثم أذهب إلى القرآن ليستدل على المعنى الذي اعتقده، هذه الجهة الأولى. وأكثر ما يوجد في التفسير يا أخواني من هذا الباب، الأخطاء التي توجد في التفسير هي من قبيلها. الثاني، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. يعني فسروا القرآن بمجرد العربية، يعني أخذوا القرآن كنص عربي وفسروه غير النظر إلى من نزل عليهم القرآن، أسباب النزول، السياق، القرائن التي احتفت، ما نظروا إليها البتة. ولذلك ضربت لكم مثال عندنا في أسباب النزول، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لو نظرنا إليها نصا مجردا سنخرج بحكم السعي بين الصفا والمروة بأنه إيش؟ مباح، لكن سبب النزول هو الذي أزال عنا هذا الفهم. ولذلك فالأولون يقول شيخ الإسلام راعوا المعنى الذي رأوه، يعني اصطحبوا هذا المعنى ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون، من هم الآخرون الذين فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ؟ ها، راعوا مجرد إيش؟ اللفظ. الأولون نظرهم إلى المعنى أسبق، والآخرون نظرهم إلى اللفظ أسبق. هذا شخص يا أخواني أتى إلى القرآن وهو يعتقد عدم مجيء الله تبارك وتعالى أو اللي هو صفات الأفعال، فإذا أتى إلى قوله عز وجل أتى أمر الله ماذا يقول؟ أتى
لا إله إلا الله الآية التي فيها الإتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، ماذا يقول؟ جاء أمر ربك. ليش أولها؟ لأنه اعتقد معاني قبل أن يأتي للقرآن. القرآن يقول جاء ربك، وهو يقول لا، بل جاء أمر ربك. الآخرون نظروا إلى اللفظ المجرد دون معرفة عرف القرآن. يا أخواني، القرآن له عرف خاص لا بد من رعايته، ولذلك ذكر العلماء أن من ضوابط التفسير معرفة عرف القرآن والمعهود من معانيه واستعمالاته. فمثلاً عندنا ثلاث حقائق: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. إذا تعارضت هذه الحقائق في النصوص الشرعية، أيهما نقدم؟ الشرعية، ما لم يدل دليل على تقديم الحقيقة اللغوية، مثل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم. الحقيقة اللغوية هي ماذا؟ ولا تدعو. لكن عندنا إيش؟ أدلة تثبت على أن الصلاة ولا تصلي المراد هنا إيش؟ هل هو مجرد الدعاء وإلا صلاة مخصوصة؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة. ولهذا قرر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى، فإن هذا غلط فيه أكثر المعربين للقرآن. ولذا وضعوا قاعدة: ليس كل ما جاز إعراباً جاز تفسيراً، وليس كل ما جاز لغةً جاز تفسيراً. ليس كل ما جاز إعراباً جاز تفسيراً، يعني ربما واحد يقول ينظر والله. ولذلك أن تلاحظون يا أخواني أن المؤلفين في التفسير الذين لهم اهتمام في الجانب النحوي يذكرون احتمالات كثيرة للآية هي غير مرادة في الآية، غير مرادة، لكن يذكروها من باب الاحتمال النحوي، مثل تفسير أبي حيان في البحر المحيط، يذكر الاحتمالات النحوية لهذه اللفظة، لكن في الحقيقة هل هي مرادة في القرآن؟ بعضها مراد وبعضها يقيناً غير مراد. عرف القرآن يا أخواني، أضرب لكم مثال في عرف القرآن حتى لا نطيل. قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. ظهر منها، اختلف الصحابة رضي الله عنهم في تفسير المستثنى هنا، فقال ابن عباس الوجه والكفان ولا لا، وقال ابن مسعود ما لا يمكن تغطيته. إذن القرآن له عرف خاص ينبغي معرفته عند الترجيح بين الأقوال، فلا ينبغي أن نحمل القرآن ونفسره بمجرد الاحتمال النحوي فقط، لابد من معرفة عرف القرآن. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.